سيدي يا سيدي، حلاوه المول. طارق لابس بدله وجرافطتي وقميصي. ده مؤقتا مؤقتا، وبعدين ما انت لابس الروب بتاعي اهو، ما قلتلكش اي حاجه. سلام. بقول لك ايه، انت لابس كده ومتشيك وراح على فين؟ رايح اقابل ساره وهعترف لها بكل حاجه وهقول لها، واكيد هي هتقدر حبي ليها وتعتبر شويه الكذب اللي حصلوا دول مجرد ظرف طارق وهيعدي. ادعي لي. بقول لك ايه، ما تصبر شويه. بقول لك ايه، انا هروح يعني هروح وشوف لي معاك 56 جنيه. كم؟ 56 جنيه. ايه؟ لا لا ايه، اوعى ترميه. عايز ترميه؟ ابقى انا مش في البيت. سلام. ادعي لي. ربنا معاك. مين؟ انا اخر حاجه كنت اتوقعها انك تطلع كذاب، وانت عارف كويس ان اكتر حاجه بكرهها في حياتي هي الكذب. انت يا ابراهيم كذاب. والله يا باشمهندسه، مراتي كانت، انا عرفت من مراتك انها ما كانتش حامل اصلا. اتفضل يا ابراهيم، مش عايزه اشوفك تاني. امشي يا كذاب، امشي. انت كنت عايز تقولي حاجه يا عمر؟ عمري ما فكرت اقول حاجه خالص. انا بس كنت عايز اسالك سؤال، هو ابراهيم ده مش هترجعيش تشتغل معاكي تاني ابدا؟ مستحيل، ده كذاب. ابدا ابدا يعني. اقول لك ايه، سيبك منه. قول لي انت متشيك كده ليه؟ في ايه يا جماعه، ولا كنت معفن قبل كده ولا ايه؟ بص يا ساره، انا ما اقدرش اتخيل حياتي من غير بدل. بس تعرف هو الكاجوال يليق عليك اكتر. انا ما اتخيلش حياتي ابدا من غير كاجوال. على فكره انا عمري في حياتي ما لبست بدله. ابراهيم ده مش راجع تاني؟ صدقي ان الراجل اللي في اللوحه ده فيه شبه كبير قوي من باباكي. الواحد هو بيرسم يبقى شايف حاجه، ساعات لما اللوحه بتخلص بلاقيها حاجه تانيه خالص. لانه بتهيألي احيانا الروح هي اللي بترسم مش العقل. حقيقي صدقيني بيحصل معايا كتير قوي. طب وهنروح بعيد ليه؟ انا كنت مره برسم مشروع كوبري علوي بتاع انفاق، بعد ما خلصت الرسمه ببص كده لقيتني راسم واحد صاحبي. نعم ايوه بيحصل بيحصل صدقيني. بس انا عرفت التشابه كان جاي منين، لانه صاحبي ده كان اسمه محمود علوي، فلقيته شبه بينه الكوبري العلوي. يعني الرسم ده شيء جميل قوي يعني، فنون وكده. مديحه اطلبي لي طارق الوكيل بسرعه. اوكي مستر فايز. بيني وبينك. الو الو. ايوه ده تليفوني. مش ده تليفون هو ابو غالي. صدقني صدقني. ده انا ما حطيتش سكر، معلش. كوبايتي الكبيره، ها بلاش الطمع. الو. ايه يا عم طارق؟ ها يا استاذ. لو انت مش هتقدر تتصرف قول لي وانا اشوف حد تاني غيرك. حد غيري؟ لا، ما احنا متفقين. طب يومين بالظبط. ماشي سلام. مش وقتك خالص. هو مين كان بيكلمك؟ ده واحد صاحبي كان عايز مني حاجه. عايز اقول لك حاجه مهمه بخصوص عمر. اكيد هتقولها انها بتحبني. يوه ده وقته. ايه اخبار موظف شركتنا الهمام؟ تمام يا فندم الحمد لله. مفيش 100 خط تانيين جايين في السكه؟ وانا بحمل فيهم يا فندم. ان شاء الله. يا جميله ده صوت بنت. وما سالته مين قال انه واحد صاحبه؟ حاجه غريبه فعلا. بقول لك ايه، انت عندك عنوان بيته؟ مش عارفه بس بفكر ازق عليه البنت ليلى. انت عارفاها دي بقى اللي هتجيب قراره. اهم حاجه في رجل المبيعات لسانه. طبعا ده اهم حاجه في الانسان اللسان. امال ايه؟ وانه ما يبقاش تقيل برضه. يبقاش تقيل. ده اسقاط على رجل المبيعات مش كده؟ امال ايه؟ طارق. خلاص بقى. اسف افتكرت حضرتك مشيت. انا كنت اقصد مرسي. مرسي. اتفضل. ساتر. طب يلا باي يا جميله. يا ابن الجزمه. ايه؟ انا لسه شريك السنه اللي فاتت، لحقت تفضى. باي باي يا ساره، عشان انا قدام عمارته. يلا يا عم البس عشان نمشي. طب يا عم لسه بدري، هشوف الشراب نشف ولا لا. يا عم بلبسك ده اللي شبه مساعد وخارجه من الحمام. الله يكون الشراب نشف. لسه قلبه مبلول. اعمل لي اي لقمه لو لقيتها عندك، اي لقمه. البتاع ده بيجوع قوي.
سيب نور التلاجة ولع من امبارح. مفيش غير شوية فول. يبقى ربع رغيف فول من غير سلطة الطماطم، سامعني؟ من غير سلطة الطماطم. مفيش سلطة الطماطم، عملوا لك من غير سلطة الطحينة؟ أيوة حاضر حاضر جاي. حاضر. بينج بونج على حق. سوري مش دي عمارة 67؟ ما تمشيش 68 69 وده عيد ميلاد ونحتفل كلنا مع بعض. دي شقة الأستاذ دياستي؟ أيوة. حضرتك هيثم دياستي؟ طبعا هم صحيح ما ركبوش على بعض لكن احنا ممكن نركبهم يعني. يا راجل مش تقول كده. طيب ما تتفضلي جوه. ما تتفضل انت برا احسن. طبعا اتفضل. بطلي لعبة بقى، بطلي لعبة. بقول لك ايه القصيني فادي هنا. فادي مين؟ فادي اللي انا حكيت لك عليه. اللي انت حكيت لي عليه مين؟ يا لهوي ركزي معايا. فادي هنا، بصي اللي هناك ده عايزك تعطليها. نقتله؟ نقتله ايه؟ لو سالك عليا قولي له انا واخد اجازه يجي 13 15 سنه. طيب يلا بسرعه بسرعه. عطليه مش تقتليه، عطليه. بروس ويلس؟ لا فادي عطاويه. الاستاذ طارق الوكيل موجود؟ مش موجود. لا هو فين؟ في اجازه. اجازه؟ اه اجازه. اجازه. يا استاذ انت كنت بتسال على طارق الوكيل مش كده؟ ايوه. اصلي اول ما انت جيت الشركه داب. داب؟ طب ازاي يعني؟ خلع يعني. خلع؟ مش في اجازه يعني زي العروسه الصغيره دي مالت. اجازه مين ده؟ اول ما انت جيت وشه قلب الوان وفص ملح وداب. انت باين عليك بتعزه قوي. بعزه ده حبيبي. طيب يا يحيى. يحيى ده الكارت بتاعي، لو بتعزه فعلا ارجوك عدي عليا في اي وقت. بيس. بيس يا مان. مش عارف ما بتردش عليا ليه. لا اكيد اكيد عرفت حاجه، اكيد عرفت حاجه، اكيد انا متاكد. ايه؟ انا بقالي شهرين برسم الرسمه دي وهي ما بتردش عليا. ما بتردش عليا معتز. انا متضايق قوي، انا متضايق قوي، متضايق قوي 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 قوي. ايه 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 اعمل ايه بس؟ سيب سيب من غير ما اكسر. مش هكسر. سيب. فادي جالي الشركه وهي ما بتردش عليا، يبقى مليون في الميه عرفت حاجه معتز. انا متضايق قوي بقى. ولا جاهز يا اخي؟ ما تعرفش بتدل عليك. اسمع كلامي وروح لها البيت زي ما قلت لك. شكرا يا عم حسين. طب بقول لك ايه، جهز لي رسومات الطاحونه اللي انا قلت لك عليها. ايه جاهزه من امبارح. انا عايزك بقى تقول لي على اللي فيها علشان لما اقعد مع الراجل اعرف اقول اي حاجه. ها؟ وفين الحشيش اللي قلت لي عليه؟ معتز فين الحشيش؟ يا صاحبي مفيش اي حاجه. طب إيه؟ كان محترم مع ناس محترمين. لما اكون عايز حاجه زي كده اقول كابتشينو. ايه؟ كابتشينو. سيم يعني؟ ايوه. طب ما تقول سيم يا اخي. ما انا اقول لك. طب خلاص اقعد هناك. فين قرش الكابتشينو؟ قرش كابتشينو فين؟ سيم اهو. ها؟ ايه بقى؟ ايه؟ ده هتروح امتى؟ يعني كمان 10 دقايق كده. كنت متأكد اني هلاقيك هنا. شفت بقى جايب لك ايه؟ قرش حشيش عجب. مين يا عويس؟ ده الكلب يا فندم. كلب؟ اهلا هندسه، ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا دكتور؟ منور حبيبي. تعال اتفضل. يا ترى ساره هنا؟ موجوده بس نايمه. انا مش جاي لها، انا جاي لحضرتك بس عشان الرسم. برافو عليك. يلا اتفضل اتفضل. في كلب بيغرز. رن الجرس. بص قدامك. They must be found. يا ساتر. بلاش يا جماعه تعودوه على الحاجات دي، مش كويسه. الله الله، انا ابتدي اغير منك، انت بقيت صاحبه اكتر مننا دلوقتي. كيف بيزل بقى؟ يعني دماغ يعني مش واحده يعني. انا بحبهم اصلا. طيب يا بطل قوم بقى فرجني التصميم اللي انت بتقول انك جاي تفرجه لي النهارده. طيب عمي هي ساره لسه نايمه؟ ايوه يا حبيبي ساره لسه نايمه. يلا اتفضل اتفضل. وانا اعملك تيجي على طول.
لسه المرة الجاية شم إن شاء الله. أنت لسه شفت حاجة هخليك تور ورايا كده في الشوارع علشان شمة يا كلب. اخلص الله، دي حلوة قوي 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 فعلا. والله ليك حق، برافو عليك يا عمر. لا ده أنا اللي رسمها. ايوه انا بقول لك برافو عليك يا عمر. شفت الحلاوه، شفت الريش بقى. ريش ازاي يعني؟ ريش طحونه. ده بتجيبها اهو اهي. لا صباعك بقى لحسن اني طيار. بعدين دي كمان بالليل. دي في النهار بقى لو شفناها الصبح هتفرق جامد جدا. يا رب يا عمر. هايل ربنا يخليك. شكرا قوي يا دكتور. هي ساره لسه نايمه يا دكتور؟ ايوه حبيبي، ما قلت لك نايمه قبل كده. هي متعوده تنام خميس وجمعه كده على طول. تحفه تحفه، دي تحفه. في حد مشفر بياناتها؟ يعني متشفره. جبت لي البونيت اللي قلت لك عليه؟ ودي حاجه تتنسي؟ الله. الحمد لله. سفرة طويلة يا دكتور. سفرة دايما. سفرة طويلة معلش. الله، طب ما تخلص بقى الفخدة. ولا اقدر. يا ده انا بطني اتنفخت على الاخر، ده انا اكلت كاني ما اكلتش بقالي 3 ساعات. تسلم ايديك يا دكتورة والله، اكل خفيف 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 يعني. ذوق واخلاق وشربة ومحاش مش عارف اقول لكم ايه. سي. طيب عن اذنك انا بقى اطلع حقن تطعيم الكلاب من الثلاجة علشان تفك. اتفضل يا دكتور اتفضل. عن اذنك انا هقوم اشوف ساره صحيت ولا لسه. اتفضلي. ايوه بقى كده. ايوه، وانا هتسيبوني في السفره الطويله دي لوحدي ولا ايه؟ الحقيقه انا جمعتكم النهارده عشان مش عارف اقول لكم اي حاجه. يلا يا عمر. يلا ايه؟ انا متطعم. لا مش قصدي يعني عشان الوقت اتاخر النوم يعني. بس انا ما بنامش خالص دلوقتي يا دكتور. يا اخي احنا عايزين ننام. احنا عايزين تروحوا يعني؟ انا اروح. ما تاخذنيش، اصل انا جو الالفه والاسره والعشره ده شدني قوي. طبعا اتفضل يا دكتور اتفضل. انا بس كان عندي استفهام صغير كده. اتفضل. طنط ام ساره لما دخلت تصحي ساره ما ظهرتش تاني خالص، لحسن يكون في حفره في الاوضه ولا حاجه. نبص عليهم عند الجيران اللي تحت. هي ماتت ومدارين عليا. اتفضل يا عمر. نورت يا حبيبي. ربنا يخليك. طيب لما ساره بقى تصحى ام البنج اللي هو فيه ده، ويعني تفهم الغيبوبه دي، شهر النوم اللي هي نايمه ده، قول لها ان انا جيت بقى وسالت عليها. ماشي يا حبيبي. يلا مع السلامه. مع السلامه. انا مش قادر افهم ساره زعلانه منه ليه؟ ده طلع واد لذيذ قوي. حضرتك نسيت الباب مفتوح بس عشان يا سارة. لا يلا بقى يلا سارة. الله يا سيدي لذيذ قوي وقاطع. من الاخر كده طارق شفر كل البيانات دي وهو الوحيد اللي يعرف يدخل عليها.